اليوم دورة فقه الطهارة في باب الوضوء مع سماحة الشيخ حسين المحروس، والتي كنا قد بدأناها في محاضرتين سابقتين. في المحاضرة الماضية تناول سماحة الشيخ الوضوء، واليوم نستكمل بقية أبواب الوضوء، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا إخواني ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا حول الوضوء وأهمية الوضوء وما يجب على المكلف من معرفة وما يجب عليه من أن يتعلم ويعرف شرائط أحكام كيفية الوضوء وما يتعلق به. وقد ذكرنا في محاضرة سابقة عن قاعدة أساسية فيما يتعلق بالطهارة، وذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة، وقلنا أنها من القواعد المهمة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وشرحنا ما هو المقصود من هذه القاعدة. في المحاضرة الثانية ذكرنا ما يوجب الوضوء، يعني ما هي المسببات التي توجب الوضوء، وقد ذكرنا عدة أمور. موجبات الوضوء التي من خلال هذه الأمور يجب علينا أن نتوضأ إذا أردنا الأمر العبادي الذي يشترط فيه الطهارة، قلنا كالبول والغائط ومشاكل والريح والنوم الغالب على السمع والعقل والبصر وغير ذلك. في هذه الليلة نحاول أن نختم هذه المسألة لضيق الوقت، باعتبار أنه شهر رمضان قادم، قد لا يحصل توفيق في أن نواصل البحث في مسائل الوضوء. هذه الليلة راح أركز على بعض المسائل في مسوغات الوضوء. هناك موجبات، هناك مسوغات. من المسوغات أو الغايات بتعبير أصح، غايات الوضوء، هناك بعض الأمور لا تصح إلا بوضوء، ما يمكن أن تأتي بها بلا وضوء، فهو شرط في الصحة. يعني الوضوء إما أن يكون شرط في الصحة، يعني صحة الفعل المأتي، فلو أردت أن تأتي بهذا الفعل من دون وضوء باطل لا قيمة له، وإن كان مظهره العبادة وظاهره العبادة،
بل حتى لو أتيت بالنية وكل الشرائط إلا أنه لم تأتي بالوضوء لا قيمة له. مثال الطواف، الصلاة، هذه لا بد أن تأتي بوضوء فيها. يعني إذا طاف الطائف في الحج أو في العمرة، طواف الواجب أو حتى الطواف المستحب، ثم انكشف على أن وضوءه باطل أو ليس متوضئ أو دخل في الصلاة وانتهى من الصلاة بعد سنة، انتبه على أن وضوءه باطل أو لم يتوضأ في يوم من الأيام وصلى، نقول له يجب عليك إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة شرط فيها الوضوء. لا صلاة إلا بوضوء، لا طواف إلا بوضوء، لأن الطواف صلاة كما نزلت هذه الآية، الطواف بمنزلة الصلاة. وطبعا هناك روايات في الطواف أنه لا يصح بلا وضوء، في الطواف عفوا بلا وضوء. إذن يجب علينا أن نتوضأ لمثل هذه المسائل، وإما أن يكون شرط للكمال، يعني الوضوء ليس شرط للصحة عليكم السلام، وإنما شرط لكمال الفعل. الآن مثلا قراءة القرآن، قراءة القرآن ليس شرط أن تتوضأ وتقرأ القرآن، وإنما لو توضأت وقرأت القرآن لكانت قراءتك للقرآن أكمل وأثوب، فيها نوع من الكمال، هذا شرط للكمال. وإما شرط في جوازه، إما شرط في جوازه، مس كتابة القرآن، مس حروف القرآن، مس التشكيلة التي على القرآن الكريم أو على كتابة القرآن، حروف القرآن، لا يجوز إلا أن تكون متوضئ. قد تكون القراءة صحيحة، ولكن إذا أردت أن تمس القرآن يجب عليك أن تتوضأ. إذن هذا شرط لجواز الفعل. مثلا أنت تريد تصحح كلمة أو اسم من أسماء الله، أو تريد تكتب بإيدك القرآن الكريم، البعض هكذا، مثلا الكفن تريد تكتب عليه آيات باليد بالإصبع، هنا يجب عليك أن تتوضأ لكي تكتب، لأن راح الكتابة تصير فيها مس. فلهذا يجب عليك أن تتوضأ لمس القرآن، هذا يسمونه شرط للجواز. الذي يكتب بالكمبيوتر لا، ليش؟ لأنه ما يلمس الحروف مباشرة، المقصود المس المباشر إلى الحروف إلى الكلمات، هذا المقصود. تمس الكلمة، تكتب الكلمة بيدك. أما إذا أنت تكتب في الشاشة، الآن الشاشات الإلكترونية فيها طريقة برنامج أن تكتب حتى بالإيد، ما يحتاج بعد بالآلة، ما في إشكال حتى لو بدون وضوء أنت تكتب على الآلة، أنت ما تكتب الحرف بيدك مباشرة، المقصود المباشرة، إيدك تلمس الحرف، تكتب الكلمة فيصير مس، هذا لا يجوز إلا بوضوء، هذا يسمونه شرط الجواز. عندنا أيضا لرفع الكراهة،
الوضوء ليس شرطا. أريد آكل، أريد أشرب، أريد أنام، أريد مثلا شخص يريد ينام يا زوجته يستحب له أن يتوضأ لمعاشرة الزوجة. بل البعض، بعض الروايات تلوم الشخص الذي لا يتوضأ. يستحب لإتيان الأهل الوضوء، يستحب للنوم الوضوء، يستحب للأكل. الجنب مثلا يكره له أن يأكل وهو جنب، لكن ترتفع الكراهة بالوضوء حتى لو لم يغتسل. طبعا هذا الوضوء لا يغنيه شيء لما يشترط فيه الوضوء. أحي واحد جنوب، شيخنا هذا الوضوء يصح له ما يصح؟ نقول لا يصح للدخول في الصلاة، وإنما يصح لرفع الكراهة. هناك حالات خاصة روحية إحنا ما نكتشفها، وجاءت الرواية تقول توضأ لترفع الكراهة إذا جنوب. واحد تعبان صار جنوب ما يريد يغتسل، أو ما عنده ماء نفترض يتوضأ به، أو الناس تنتظر على السفرة يروح يغتسل وكذا ويتأخر وهم لعله يفضح روحه بعد. فايش يسوي؟ يتوضأ لرفع الكراهة. هذا لرفع الكراهة، هذا شرط رفع الكراهة. جيد. إذن عندنا ثلاثة أمور، إما جواز، إما شرط للجواز، إما شرط للصحة، إما شرط للكمال، إما شرط لرفع الكراهة. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بغايات الوضوء، سواء كانت واجبة أو مستحبة. في مسألة تتعلق بالنذر، لو نذر شخص أن يتوضأ يجب عليه أن يتوضأ. هني في الواقع هذا تكليف على نفسه منه هو، قال لله علي أن أتوضأ عند النوم كل ليلة قربة إلى الله تعالى. يجب عليك أن تتوضأ عند النوم، وإذا نمت بلا وضوء نمت متجاوز لحكم شرعي. إلا إذا لم تستطع أن تتوضأ أو لم يوجد ماء مثلا للوضوء لأعذار معينة ينحل النذر في تلك الليلة، أما الليلة اللي بعدها يجب عليك أن تتوضأ لكي تنام. أو واحد قال أنا إذا مثلا يريد يقطع التدخين قال لله علي لئن دخنت لأتوضأ عند التدخين، يجب عليه أن يتوضأ. بل لو نذر أن يتوضأ لرفع الحدث للدخول في الصلاة. شوفوا هالمسألة شوية غريبة، يعني قال أنا وضوئي أريد لرفع الحدث. إحنا في محاضرة سابقة قلنا أن الوضوء لرفع الحدث، إذا أردت أن تدخل الصلاة، إذا هناك حدث مثل النوم، مثل الريح، مثل البول وما شاكل، هذه موجبات الوضوء. الآن أنا أريد أدخل الصلاة، لنفترض أنا على وضوء، أنا متوضي، أريد أتوضأ، أريد أصلي، لكن هو نذر على أن يكون وضوءه لرفع الحدث للصلاة. هني شيء على إخوان، من يجاوب؟ هو باختصار السؤال هكذا: لله علي أن أتوضأ لرفع الحدث للدخول في الصلاة الواجبة. الحين هو متوضي وصار وقت الصلاة، يجوز له يدخل للصلاة بالوضوء هذا اللي عنده؟
أنا متوضي. مو قلنا الوضوء لشرط الفعل، هذه الصلاة لها شرط وهو أن تكون متوضئ. الآن أنا على وضوء، لكن أنا كنت ناذر لرفع الحدث، يصح يدخل في الصلاة؟ لا، لابد أن مو يتوضأ من جديد، لابد أول يحدث بعدين يتوضأ. مسألة غريبة شوي، لا ليش؟ لأنه تعلق النذر بالحدث، يعني لابد أن ما يفيده، لا ما يفيده، لابد أن يحدث لكي شنو؟ يتوضأ لرفع الحدث للدخول الصلاة. هذا صلوا على محمد وعلى محمد. مسألة مهمة، هل يجوز أن يلمس الطفل القرآن لقراءة القرآن؟ الطفل مو مكلف، احنا مكلفين، يجب علينا أن نتوضأ إذا أردنا أن نلمس حروف وكلمات وأسماء الله، مو صحيح؟ بيناها المسألة قبل قليل. لكن الطفل الغير المكلف لا يجب عليه، الطفل لا يجب عليه لأنه مو مكلف. زين، أنا ولي أمره، هل يجوز لي أن أقدم له القرآن أقول له اقرأ يا بني؟ أو مثلا في تعليم القرآن عند الشباب الآن عندنا صف ما شاء الله من الأولاد، نبي نعلمهم القرآن، خب ما نخليهم يعني يأخذون القرآن؟ مو تقولون لا يجوز مس القرآن إلا بوضوء؟ أنت شلون توضع القرآن في يد هؤلاء ويقرؤون ويلمسون؟ طبيعي الطفل بيلمس، بل قدامك قاعد يلمس أو يصفح الأوراق وقاعد يلمس القرآن بلا وضوء. إحنا طفل عندنا وضوء مو معلوم، صحيح؟ إلا الصبي المميز، على قول أن عباداته شرعية، يعني وضوءه شرعي، وهذا كلام عند الفقهاء. إحنا نروح إلى الأقل من الطفل المميز، يعني واحد عمره 6 سنوات، هذا كيف أنت تخلي القرآن في إيده؟ هل يجوز تمكين الطفل؟ نعم يجوز، ولا إشكال فيه، ما لا ما في مانع، حتى لو أعرف أنه بيلمس القرآن. مو إحنا بعض الأولاد، بعض الآباء أو بعض الأمهات، من يريد يلمس الولد القرآن؟ لا 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 ما يجوز، خلي القرآن. زين، متى بيتعلم؟ متى بيلمس القرآن؟ متى بيشوف القرآن؟ متى بيقرأ في القرآن؟ لا دعه، ما في إشكال، إلا إذا أوجب الهتك لحرمة القرآن. مثلا الطفل نشوفه مشاكس، يأخذ القرآن ويقلبه ويشيله ويحطه، أو بيحط نجاسة أو شيء من هالقبيل، لا لا هني نعلمه ونأدبه ونبين إليه أن هذا لا يصح. نعم، حين التدريس، حين التعليم وما شاكل، دعه يقرأ ويلمس، لا إشكال في ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. فصل في الوضوءات المستحبة، شوية على أساس ندفع المحاضرة إلى الأمام. هل الوضوء مستحب في نفسه لو لغيره؟ اختلف الفقهاء، لو تشوفون اختلاف الفقهاء في دي المسألة ما شاء الله، بعضهم يقول الأحوط، بعضهم يقول الأقوى، بعضهم يقول لا ليس مستحب في نفسه وإنما هو لغيره، بعضهم يقول لا الوضوء نور مستحب في نفسه. خلاصة، الوضوء مستحب لغيره على رأي كثير من الفقهاء، قد يصل إلى الشهرة، مو في نفسه، مو لذاته، لأجل الفعل الذي يستحب فيه أن يكون على طهارة المكلف، هذا هو الذي يستحب له الوضوء. يعني أنا أريد
مثلا أأكل، يستحب أن تكون على طهارة، فيستحب الوضوء للأكل، يستحب الوضوء للشرب، يستحب الوضوء لكذا وكذا وكذا. هذا بالنسبة إلى هل هو مستحب في نفسه أم لغيره. ثم أنه لو توضأ هل يستحب له إعادة الوضوء؟ واحد قال أنا والله ما دام الوضوء نور خلنا إحنا ويا هالماي نذوب هالجلد هذا، وضوء ورا وضوء، وضوء ورا وضوء، وهكذا. هل هذا فعلا يستحب أم لا؟ شو تقولون؟ صلوا على محمد. يستحب واحد يسوي كذي يعني؟ يعني لا 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 لا، انا الحين اريد اكل، يستحب لي ان اتوضا صحيح؟ زين، كل لقمه بتوضا حقها، تجديد الوضوء يعني، كل لقمه بتوضا، كل لقمه بتوضا. ها؟ يستحب؟ كالحين يتوضا، يخلص التانكي. ما يستحب لا تصير وسواسي، لكن شوف حبيبي ما يستحب في حال الطهارة منك الوضوء التجديدي. بعض الفقهاء قال لا مانع يجدد الوضوء، لكن إذا أدى إلى الإسراف في الماء لا، قد ينقلب الموضوع إلى شيء محرم. يستحب كما بينا الوضوء عند الحدث الأكبر، يريد ينام على جنب، احنا قلنا يريد يأكل على جنب، يستحب أن يتوضأ. لكن هل ينفع هذا الوضوء للدخول في الصلاة؟ مساء بيناه لا ينفع. الآن أريد أنام أنا على جنب، يستحب لي أن أتوضأ لأجل ما أنام وأنا جنب، يعني بالكراهة، لا ترتفع الكراهة وتنام وأنت جنب، لا بأس بذلك. طبعا الطواف المندوب يستحب له في كثير من المسائل، أريد أدخل في مسألة أخرى. طبعا الأذان والإقامة ما شاء الله، دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، هل للزوج فقط لو للزوجة؟ حتى الزوجة يستحب لها أن تتوضأ، بل مو بس ليلة الزفاف، في كل حالة مباشرة يستحب على حسب بعض الأقوال. طبعا يستحب أن يكون الوضوء بمد وهو ربع الصاع، يعني مو يجيب مثلا واحد يجيب لجان ويشكبرها ويقعد يغسل وجهه ويغسل ايده الى ان ينتهي هذا الماء. يستحب ان يكون بمد، المد ربع كيلو تقريبا، ربع كيلو ايش قال؟ بمقدار اناء او طاسة على قولتنا بسيطة، هذا يكفيك وزيادة بعد هذا، وهذا زيادة بعد. وراح نجرب لكم الليلة أنه شقد راح نحتاج إلى ماء الوضوء. الآن من نشرح إن شاء الله منشوف شقد إحنا نحتاج. يقال أن مالك بن أنس رأى أمير المؤمنين عليه السلام يتوضأ، وكأن أمير المؤمنين كان يسبغ الوضوء،
فقال إنك لتسرف في الماء. مضمون الرواية. ها عفوا، أمير المؤمنين قال لمالك، ثم مالك قال له إنك لمسرف في الدماء، هو قال أمير المؤمنين عليه السلام. فقال إن صدقت وإن كذبت، إن كذبت أصابك الله ببياض لا تواريه العمامة، فابتلي بالبرص. فعندما كان يريد يغطي وجهه، لأن البرص بياض ظل تقشر وجهه وكذا، يبي يغطي بالعمامة وكذا. قال يسأل قال إنها دعوة العبد الصالح، دعوة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين يريد وجهه، يقول له لا تسرف في الماء، ذاك يقول له أنت أسرفت في الدماء. على كل حال، من هو اللي خلى الدماء تسرف غير معاوية وفلان؟ على كل حال، إذن لا يصح أن نسرف في الماء، فبمقدار مد من الماء وهو 614 مثقالا. على كل حال، هذا يستحب الاستياك بشجرة الآراك، هذا السواك الموجود الحين. دليل الجماعة عندهم واجب الاستياك. البعض يقول لك إذا ما هذا بضوء باطل وبس يعلوج في هو يستحب. يقال حتى باليد، حتى باليد يصح ويصدق الاستحباب، ولكن الأفضل بشجرة الأرق، عود الأرق. يستحب أن يكون وضع الإناء الذي يقترف من على اليمين مو على اليسار، صير من أهل اليمين. يعني مثلا أنت أمام الحنفية، ها البلبلة هذه لا تصير أنت تخليها على يسارك، خليها على يمينك بهالطريقة فتتوضأ. يستحب أن تكون على هي على يمينه. غسل اليدين قبل الاقتراف مرتين لحدث الغائط ومرة لحدث النوم. واحد نايم قعد، يستحب له أن يغسل إيده أول الكفين ثم يدخل في الوضوء. المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات هذا يستحب، تعلمون ذلك. والأفضل أن يذكر الذكر الموارد في الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، إلى آخر الأدعية مذكورة. الاقتراف باليمنى يعني يأخذ باليمين يضعها في اليسار إذا بيغسل اليمين، وإذا يريد يغسل اليسار يأخذ باليمين أو يأخذ باليسار يضعها في اليمين ويأخذ اليمين ويغسل بها. أهم شيء تكون النهاية باليمين. قراءة الأدعية، غسل كل من الوجه واليدين مرتين، غسل الوجه مرة هذه أولى جائزة والثانية مستحبة. غسل اليدين الأولى جائزة والثانية شنو؟ مستحبة. والثالثة شنو؟ بدعة. هذا من المستحبات. أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعه والمرأة بوش؟ بالباطن. أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء، صب يحط الماء صب، مو ياخذ في ايده كذي ويسوي كذي، لا يضع الماء يصبه على اليد ثم بعد ذلك يمر يده على المكان. إن شاء الله بنسوي عملية. أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء، يعني يجب عليه أولا يصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء، وأن يحاول يستحب له أن يصب الماء على كل موضع إذا استطاع. أن يكون ذلك من إمرار اليد، يستحب أن يمر يده على ذلك. حضور القلب، هذا الجانب معنوي. يقال أن الإمام الحسن سلام الله أو زين العابدين عندما يدخل في الوضوء مو في الصلاة يصفر لونه خشية من
من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر عظيم. الوضوء هو نور، يريد يدخل في نور إلهي فيصفر لونه، يعني حضور القلب هنا. يستحب أن تحضر القلب في الوضوء، لا تشغل روحك، لأن هذا أمر عبادي. أن يقرأ آية الكرسي، أن يفتح عينه حال غسل الوجه، خلي الماء يوصل إلى داخل العين، يستحب. أن يقرأ القدر، سورة القدر حال الوضوء أيضا من السور اللي يستحب قراءتها. يكره الاستعانة بغير المقدمات، مثلا واحد يجيب لك الإبريق يخلي إليك، أو مثلا يضعه في إيدك. أما إذا هو صب إليك، هذا مقدمات الوضوء في إشكال. الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة، كأن يصب الماء في يده، هذا يكره له الاستعانة بالغير. وأما في نفس الغسل، لو كان يريد هو يغسل وجهك أو يغسل يديك، هذا لا يجوز. أما يصب على بالإبريق الماء على يديك، هذا مكروه، استعانة بذلك. المقدمات القريبة أو البعيدة لا إشكال فيها، حتى ليس فيها كراهة. يعني لو أحضر الإناء لا إشكال فيه، ما في كراهة. أنت شوي سبق صار عندي الحين، مثلا جاب الإناء، هذا ما في إشكال ولا في كراهة. لكن يأخذ الإناء ويصب إليك، هذا في كراهة. ها، هذا حالات استثنائية. إذا ما يستطيع هو يمسك الإبريق، خو مو شرط إبريق الحين، في حنفية، في حنفية. إذا بعد ما يقدر أصلاً، ما يقدر يعني يمسك إيده، يعني حتى في الماء مثلاً، خلاص الماء لو يصير في اليد يسقط، فهذا يأخذ إيده يمسك إيده، يحط الماء إلى ودي إلى الوجه. طبعاً بل يجب عليه أن يستعين بالغير لغسل الوجه واليدين وما شاكل. يكره التمندل، يعني واحد يأخذ فوطة يروح بعد الوضوء ينشف، إلا منديل الوضوء في بعض الروايات. أنت تصبه وبعدين تخلي إيده هو يمررها، أي هو تخلي إيده يمرها على الوجه، يعني كأنه هو اللي يغسل الآن. أنت تصب الماء، ما يضر هذا إذا هو في ضرورة. الوضوء بماء أسخن بالشمس، وقيل بمطلق الحرارة، هذه مكروهات نخلص منها الآن. في كثير من المسائل نتوقف عند هذا المقدار. الآن أفعال الوضوء أساس نسوي عملي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. طبعا في مسائل ما شاء الله، بس احنا نبي نطبق الان مساله عمليه. انا بتوضا، انتم شوفوا وضوئي، شوفوا وين الخطا. اذا انا صار عندي خطا، لا تستحون اذا انا توضيت وضوء خطا. اذا انتم تعرفون الحين، عرفتون الوضوء: غسل الوجه من قصاص الشعر الى طرف الذقن، والعرض شنو؟ الابهام والوسطى، هذا لمتوسط الخلقه. أما الشخص اللي وجهه كبير، كيف هذا يغسل وجهه؟ هذا إذا إيده عودة مثل وجهه ما في مشكلة بيسويها. إذا أهم شيء قرص الوجه، هو تحديد قرص الوجه المقصود. اليدين هذا باختصار شديد جدا، لكن يجب عليه أن يوصل الماء إلى جميع شنو؟ جميع أجزاء الوجه، الحجات، إذا كان حاجب النساء عليها مكياج، عليها ما أدري شنو، كلها الأصباغ لابد أن تزال، حتى لو شيء بسيط بمقدار رأس إبرة. كذلك بالنسبة إلى غسل اليد، يجب أن يزيل طبعا هذا شروط،
شروط عندنا حدود 10 شروط الآن يمكن ما نذكرها، بس منها إزالة الحاجب، منها طهارة الماء، منها إباحة الماء، منها أن يكون في إناء مباح، يعني لا أن يكون من الذهب والفضة وما شاكل، هذه شروط، أن يكون طاهر الموضع، أن يكون الماء طاهرا وما شاكل. الآن بالنسبة لغسل اليد اليمنى، قلنا بالاستحباب يأخذ باليمين يحطها في اليسار ثم يصب صبا، أول شيء من ظاهر ثم الباطن، خلصنا. طبعا يخلي المواضع اللي ما يوصلها الماء، وهكذا بالنسبة إلى اليسار. المسح مقدم الرأس بمقدار 3 أصابع طولا أو عرضا، هذا مستحب ويكفي إصبع واحد، والقدمين بمقدار إصبع يكفي من أول الإصبع، يعني رؤوس الأصابع إلى الكعبين أو إلى مفصل القدم، يمين يمين يسار يسار. هذا الوضوء. وين اللي جاء؟ خلنا بس على أساس لأن الوقت ضيق منسوي عمليا وبعدين نطرح الحوار أو النقاش أو الأسئلة. تفضل. لا بأس أنت تأخذ باليمين إن شاء الله يصدق هذا. الآن إخوان إحنا خلونا نغسل بطريقة نشوف إحنا وضوءنا شلون. اسمح لنا هذا حين هذا أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء وينك؟ فرص الوجه. بعدين شنو عندنا؟ بس القدم. الحين هذا النجف صحيح لو لا؟ انا اول شيء يستحب لي شنو قلنا؟ اذا كان عندي حدث نوم مره واحده باي طريقه بها قد اخذت ماي انا ماجد، اذا من الحمام جاني رائط مرتين كثير، الحين انا باخذ بهالطريقة أو حتى غرف غرف بهالطريقة أقدر أحطها أو لا آخذ اللي باعتبار الآن أحطها هني. شوف هذا صبلو شنو هذا الحين أنا ما قلتون له أنا أبي أنا أشوف لا لازم تكون نبهوني شوية أنا ليش صدقوا في بعض الأشخاص كان يتوضى نسى الوجه وراح غسل اليدين وراح طاف نسى وضوء صحيح ولا باطل؟ إذن لابد إحنا نلتف المضمضة. شوف أنتم قولوا لي الحين شنو يستحب بعدين المضمضة؟ صح المضمضة 3 مرات، الاستنشاق شنو 3 مرات. الحين نجي له طبعا بعد الدعاء بعد البسملة بعد سورة الفاتحة آية الكرسي مو هذه كلها الحين هذا بمقدار كذا. لاحظ أنا قاعد يروح مني بعد شوي هذا صب صح ولا لا؟ غسلت الوجه وش انا سويت غلط صح 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 وش دراك ما وصل؟ طب انا صبيت له اكو تعال شوف هناك وصل كلامه صحيح لانه فعلا لان انت مو شرباك لا ولا اللحيه يحتاج ان تسوي كذي لا. سؤاله مهم لان هني الجفون انا صبيت شوف الماء وين راح؟ نزل على الانف نزل على الخد نزل على اللحيه لكن هني ما وصل هني ما وصل. يجوز لي ان اسوي كذي؟ انا اذا سويت كذي لا رجع هالطريقه
الحين اشتغل صح؟ لا ما يضر هذا، هاي السؤال بعمه، هل يجب ان يكون كله مره واحده؟ يعني ما تستوعب الايد اولا، هو يكفي ان يكون من الاعلى الى الاسفل في الصبغ والمسح على الوجه بهذه الطريقه. لا يصير كذي، لا يصير كذي، لا يصير كذي، هذا منكوس. أحسن. هذا لا انت اذا بتسوي الدقه العقليه ما راح تتوضا صح، هذه دقه عقليه ما يمكن. المقصود عرفا ان يكون من الاعلى الى الاسفل، بمعنى انه يكون بهذه الطريقه وانت نازل. هذا بالنسبه الى غسل الوجه. الحين انا وش اسوي المفروض؟ ها صح لو لا؟ خلاص وضوء ايده صح؟ انا وش سويت؟ انا سيدي سويت كذي، انا جيت من النص. لاحظ طالع هني، هذه واجد احنا نخطئ نسرع فيها. هذا يجب غسله ذا العضد، لا يجب ان يكون من العضد، هذا من هني من المرفق عفوا الى الاسفل. انا من باب المقدمه العلميه لازم يكون من وين؟ من الاعلى. انا وش سويت مساحه؟ انا متعمد، يعني متعمد اجي هالشكل اسوي، وتركت هذا لان البعض هني ما يلتفت إلي. هذا بعدين تشوف هني ما في، لو تلاحظ الكثير يسرع لكن بعدين يشوف هني ما وصل له، فانا لازم من الاعلى. لا يضر بهالطريقه. بعضهم يقول لا هذه هي مو غلط، لكن هذه دقه. حتى لو هذا ما تقدر تمسك يعني الشغله 100%. ليش؟ انت اذا سويت كذي اكو هني صار فوق، له رحت نزلت شوي، وهكذا رحت نزلت شوي، صعدت فوق نزلت شوي. المقصود من الاعلى الى الاسفل ان شاء الله. اكو انت تقدر تخلي كذي، اي ما لان هذا ما ايش هو ولا ما زين. اللي صار بعد نفس الشيء واضح صح. شوف الحين نعيد اللي صار. اصلا هو الماي وصل ترى على فكره، بس انا اريد اوصل الماي، انا اريد اوصل الماي. هو الحين انا صبيت، خصوصا هذه المشكله ترتفع في وينه الاكثر. اذا واحد وسواسي شو يسوي؟ يقول انا احط الجرنه خلاص صح لو لا؟ وهكذا. عندنا واحد كان شيخ ما يتوضا ما يجي وضوء كذي ما يعرف، شيخ كبير عالم يدرس دروس عاليه، يقول ما اعرف اتوضا كذي، انا لازم وسواس. ده هذا وسواس. الحين وش عندي انا؟ باقي مسح الراس. الحين لحظه
أنا وش سويت؟ لا هذا صح ده. وش الغلط في مسحهما؟ لا أنا ما يضر، أنا سويت كذي أو سويت كذي. إحنا مو قلنا مقدم الرأس بمقدار 3 أصابع عرضا أو طولا، هذا الأفضل، هذا المستحب، لكن يكفيها يكفي. بس في شيء أنا قاعد أسويه أكرره وغلط. لا 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 ها 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 لا مو أنا الشف ناشف ناشف ها ها لا مو شرط أنا أحط إيدي لازم كذي أنا ها أحسن. أنا ما بعد أمسح إلى مقدم الرأس إلى قصاص الشعر، أنا من قبل قصاص الشعر طلعت من المنطقة التي يجب أن نمسحها. حلو، أنا في شعر واضح يبين هذا قصاص الشعر، هذا مكان الحادة هنا، هذا قصاص الشعر صح لو لا؟ ها هالشكل. لا إحنا نقول له قصاص الشعر، خلي الموضع الوجه هذا إشكال. أنا لازم أمسح بهذه الطريقة، مو أمسح وأنا رايح فوق، ما وصلت لهذه طبعاً بالعرض أو بالطول، نيمتها أو ما نيمتها ما يضر، أمشي بهذا المقدار. ترى واجد يخطئون في المس مع أنه إصبع واحدة يكفي. نعم بمقدار إصبع إلى قصاص الشعر من رأس من نصف الرأس أو ربع الرأس إلى قصاص الشعر بمقدار إصبع إلى قصاص الشعر إلى قصاص موضع قصاص الشعر نقرأها إليك. لا لا هذا بالنسبة المسح. صلوا على محمد. يقول لك الوسواسي اللي ما يضبط الأمور يجب عليه أن يرجع إلى المتعارف، مو يروح لبرتشي نفسه، ما يصح له حتى هذا الموضوع. يا عزيزي المس، المسح فضلوا بس أريد أفهم المسألة. مسح الرأس. لا مسح الرأس. نعم. تفضل. على ما حصل المسألة. تفضل. في مسح الرأس. هذا وصلنا إلى هذه المسألة. سنبيل. مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض 3 أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو 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 إلى آخره. فيجوز أن يمسح على الشعر، يجب أن يكون مسح القدمين. مسح القدمين الآن لا بأس.
بنصير سنة اليوم، بنصير سنة اليوم. من أطراف الأصابع ويكفي مقدار إصبع، مقدار ثلاث أصابع الأحوض في هذا المقدار. هذا الأفضل إلى هني، إلى المفصل. هذا الكعب، هذا الكعب يكفي إلى هنا على رأي المشهور. البعض يقول إلى المفصل، في هذا البعض يقول في كل الكعب. كامل هذا بعد ما ولا ريب فيه. هذا صحيح 100%. هذه الطريقة، هذه يكفي، هذه تكفي، هذه تكفي. يعني لو صار حاجب في جانب لا يضر. هذا نعم على الحذاء يجوز عنده، صحيح. إذا برد ولا شيء ولا كذا وأراد مستعجل ودخل المسجد وصلي عندهم ما في مشكلة. نعم حتى بالحذاء يجوز عنده. إحنا هذا فقههم أبو حنيفة ومالك وفلان وعلان. إحنا جعفر بن محمد الصادق، صلوا على محمد. إخوان الوضوء سهل بسيط، بس كثير يوجب الوسواس، ولهذا الفقهاء وضعوا علاج. قالوا لا يجوز لك أن تتماشى مع الوسواس، يجب عليك أن تذهب مع المتعارف من الناس. ما يصير أنت بهذه الطريقة، هذا مرض. الفقه يعالج لا يعقد. فالوضوء انتوا لو تشوفون سيد الخوي شلون يتوضا تستغربوا. شفتونه؟ وش الاشكال على الخوي؟ في اشكال قوي، بس هو الخوي ما نقدر نقول وضوءه باطل. اها انا الحين لو توضيت صبيت الماي سويت كذي بطريقه هاي، ايش رايكم في ذا الوضوء؟ حتى لو رفعت ايدي، اهم شيء الغسل لا يكون منكوس. المنكوس المقصود هالشكل تسوي، مو انك انت تغسل كذي ايدك فوق. ها هذا اذا ادى الى كون الغسل منكوس يصير مشكل. اذا يصير منكوس مشكل، اهم شيء لا يصير الغسل منكوس، بالعكس. إذا صار بهالطريقة لا يضر. تشوفون بعض الأشخاص يتوضى بهالطريقة، لا تشكل عليه، بس قل له الأفضل أنا شوي تنزل يدك شوي، ليش كلها مرفعة كذي؟ نزلها شوي أساس يصير أضمن. الحين ناخذ أسئلة لأن الوقت. خوب شرائط الوضوء، النية كذا، إن شاء الله لعل في فرصة. النية من الشرائط، لا وضوء بلا نية، لأنه عبادة. ما يصح أنت تدخل في عمل عبادي بدون نية. المقصود القصد والعزم والإرادة والتوجه إلى الفعل. لو سئلت ماذا تفعل لقلت إني أتوضأ. أما إذا ذهلت وغفلت وقلت ها وما أدري، ما في فائدة، النية ما مو حاضرة. أهم شيء تكون النية. وش المقصود؟ أنا قاعد أفعل، متوجه. عندي مشكلة في المسح على الرأس، لأنه عندي أكثر منطقة تتعرق فروة الرأس، حتى لو مسحتها بكلينكس لا تكون منطقة جافة، منطقة دائما ما تكون رطبة بالعرق، حتى لو مسحها بكلينكس يكون عليها ما أدري وش هالعرق هذا. أنا لا، هذا وسواس. يكفي أن تكون بلة الماسح غالبة، حتى لو كان فيه رطوبة، مو بس عرق، حتى لو كانت رطوبة. الآن لو مسح شوية أو عفوا نشف
مقدم الرأس سريع، طلع العرق مرة ثانية يطلع. وش هذا؟ هذا خارج عن المألوف، وإذا صار خارج عن المألوف يمسح على برد شوية. لا، هذا يكفي أن يمسح على الموضع ولو كان فيه رطوبة. هذه نداوة وليست عرق، لا تضر. أنا قلت إذا بلت الماسح أقوى من الماء والرطوبة الموجودة على 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 الرأس لا تضر. لا، مو بيدك انت هذه تمشها، انت بخلقات مش راسك. ايه بتمسح بها. باي سبحان الله، نشفت كذي يعني. وش انت حاط ايدك في فرين؟ ايه لو وسواس دله وسواس. هو قال لك لا تلتفت بصيغه مؤدبه، الشيخ مؤدب. احنا نقول لك هذا وسواس يا حبيبي، وسواس ده. شوف الرطوبه ده او النداوه ده لا تضر. لا لا لا، انت الحين تقول في عرق، انا لو المسك اقول مو عرق. هذا ندى ندى ندى، قطر الندى. وش يقول اهل العربيه قطر الندى؟ ندى يعني شيء فيه رطوبة، يعني تحس بالبرودة. انت تحس بالبرودة، ما في شيء سيلان، ما في شيء واضح، مو ما ولا عرق واضح اصلا. تفضل. كيفية التيمم؟ ان شاء الله اذا صارت لنا فرصة، التيمم اما عن الغسل او عن الوضوء. مثلا واحد احدث، احنا قلنا ايضا هذه من المسائل المهمة انا كنت اريد اشير اليها، انه لو صار وقت الصبح ما باقي من الوقت الا دقائق، بحيث لو تروح تتوضأ تتأخر عن الصلاة تفوتك الصلاة، هنا يجب عليك ان تتيمم. هاي من الحالات الضرورية. او انت في سفر وصار عليك حرج انك تغتسل، هنا يجب عليك ان شنو؟ تتيمم. التيمم طهارة. كيف نتيمم؟ لو واحد جنوب أو واحد يريد يتوضأ، عن الوضوء يقال هكذا، طبعا عندي تراب هني أو غبار أو ما شاكل، بهذه الطريقة أضرب أشيل إيدي أو نفض اليد، قيل نفض اليد بهذا المعنى. ثم شو يسوي؟ يحط إيده مع بعض بهذه الطريقة من فوق، يمسح على الجبهة، يجرها يمين يجرها يسار بهذه الطريقة، ثم يسويها إلى طرف الأنف الأعلى. مو طرف الأنف هنا الأعلى، هذا مو الأعلى، هذا الأسفل. طرف الأنف الأعلى وينه؟ هني بهذه الطريقة. وبعدين يضم إيده من فوق، وبعدين اليسار. هذا ضربة واحدة أنا ضرب، هذا عن الوضوء. قيل ضربتين عن الغسل، وقيل تفصل تغسل عفوا للوجه يعني الجبهة والجبينين وطرف الأنف الأعلى، ثم تضرب إلى اليدين. يعني تفرق بين الضربتين، مرة للغسل عفوا للوجه، ومرة تراب عادي، تراب عادي، تراب من الزراعة، مني كذا. ما في تراب في البيت، غبار مني مالزولية، شيء مجمع شدي. التيمم إن شاء الله
في تفاصيل طبعا. نعم لا، الغسل يصير عليك تروح تغتسل عقب الصلاة، تروح تغتسل. صحيح إن شاء الله. تفضل. عليكم السلام. كي نكون موضوعيين وكي لا نقع الخطأ اللي يوقع فيه أهل السنة الكرام وأن أهل السنة إنهم دائما يعني يقولون ما لا يعلمون في إخوانهم الشيعة، يعني يقولون كلام مو صحيح أو ينقلون فتاوى غير صحيحة. كذلك أنا أول ما دخل السيد سأل عن المسح على الجوارب، الجوراب. أعتقد المسألة شيخ اللي قلتها يعني مع الاحترام يعني مو صحيح إنهم إذا مستعجل أو إنهم مذهب، يعني هو عندهم أحكام لهذا الموضوع. صحيح، أنا قلت مذهبهم مالكي حنفي حسب آرائهم يجوز. لكن يعني مو إن إذا مستعجل أو إنها لها أحكام وعندنا أطفال لا يكون يعني إن إحنا نستخف بالمذهب الآخر أو شيء من هالقبيل، يعني مجرد يعني لاحظة. أحسنتم، موضوعي كلامه كلش حلو، لكن بقول لك شيء، إحنا ما تجاوزنا، هم متجاوزين أولاً. هذا أول. ثانيا هم عندهم مسائل خلافية، منها أنه إذا مضطر يمسح على الجوراب. المضطر يعني ويش؟ أنا ما أخطأت يعني في تعبيري مستعجل، لا، هم يدخلون في الاضطرار. يعني هو يقول لك المسح على القدمين، لكن إذا أنت مضطر، مطر، بارد، حار، مستعجل، ما شاكل، عندهم فتاوى مختلفة. الآن مو بالتفصيل أقول لك رأي فلان رأي فلان، هذا إذا سامحنا، إذا تحب أعطيك التفصيل إن شاء الله، أطلع على آرائهم في هذه المسألة، في الاستعجال، في المطر، في كذا، في الضرورة. والبعض عنده يجوز حتى بلا مسوغ، يعني مو مضطر ولا شيء، هذا جائز، فخلاف عندهم. لا، أنا ما قلت ما عندهم أحكام، لا، أنا ما قلت ما عندهم أحكام، قلت هم يتبعون مالك فلان وفلان، وإحنا نتبع الإمام الصادق عليه السلام. هم كيفهم، إحنا كيفنا. السلام عليكم شيخنا. تفضل. قلت عن منديل الوضوء وما كملت قبل شوي. الوضوء؟ منديل الوضوء. التمندل. في خاص منديل خاص للوضوء. في بعض الروايات أنه إذا كان منديل خاص للوضوء لا كراهة فيه، يعني تتمندل بالمنديل الوضوء خاص، اي مو مال اي منديل، مال اكل، مال شرب، وما ادري وش تروح لهذا. لا انزين، وبالنسبه عن هاي الوضوء، في بعض الاشخاص يحرك الثنتين، يعني يحرك هذه الايد ويحرك هذه بعد نفس الشيء. ها، اذا انقلب الممسوح ماسحا، هني من الاشكالات تصير. يعني شو يسوي؟ يثبت ايده ويجر ايده، يثبت هو الممسوح ده، هذا ثابته، هو يسوي شيء، هذا صار الممسوح او المغسول غاسلة، كان يغسل ايده ما يغسل. السلام عليكم شيخنا. مالك عد الميكروفون للشيخ، ترى الوقت تاخر. انا مو مني. بالنسبه الى له في حاله المسح، في بعض الاشخاص يتوضا على أساس أنه يمسح على الرجلين، هو لابس مثلاً جوتي أو دلاء، توضأ الآن يبغي يشيل الجوتي ويشيل الدلاء علشان يمسح، هو إيش؟ هذا شرط الموالاة، هذا في الشروط اللي إحنا ما تحدثنا عنها. من شروط الوضوء أن تكون موالاة، المتابعة. من الموالاة بمعنى أن لا يفصل بين فعل وفعل بزمن طويل عرفا. أما مثلا أنا غسلت الوجه، جاء واحد سألني سؤال، قال شيخ أريد أسألك سؤال مثلا، أنا شوي انشغلت إياه بمقدار بسيط، ثم وأنا أجاوبه غسلت إيدي، هني ما صار فاصل طويل،
بين غسل الوجه وغسل اليد. وكذلك عندما خلصت من عادة الناس في الغسل لليدين والوجه ما يفصلون واجد، إنما في المسح يمسح الرأس على ما يفصح الحذاء والجراب، أو البعض شي يسوي على ما يوصل المسجد، يعني يتوضى برا يغسل وجهه واليدين ويطلع برا يلا يمسح القدم. هذا إذا صار فاصل طويل هذا يخل بالوضوء، حتى لو ما جف العضو يعني اللي تمسح به، لأن إذا جف طبعا يصير إشكال أيضا، إذا ما جف يصير اختلال بالموالاة، يعني سوى فاصل زمني طويل، لازم ما يسوي فاصل زمني طويل. نعم بمقدار أن يفسخ حذاءه ويفسخ جرابه وكذا ما في إشكال إن شاء الله. هو ما خلص الوضوء، هو بعد في الوضوء، وإنما القدمين لم يمسحهما، ما يضر بمقدار على أن ينزع الحذاء والجوراب، لا بأس ما في إشكال، هذا فاصل مو طويل. شيخنا بس بالنسبة لك كمية المياه، في بعض الأشخاص يأخذون ماء أكثر من مرة، يعني ثلاث مرات أو أكثر، فهل هي ضبطة من عدد معين أو عادة؟ إحنا يمكن ما كنت حاضر، يستحب أن يكون الغسل مرتين في اليد ومرتين في الوجه. أما الصب يصب 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 يصب، هذا مو غسل، هذا يصب زين، يصب الماء، هذا ما في تعدد غسل، هذا تعدد صب ماء. إذا عدد الصب ينتهي بنيته هو في الأخير، يقول والله هذه الأخيرة يغسل بها، لا يضر، حتى الماء الذي قبل يصير ماء الوضوء، ما يصير ماء خارج الوضوء، لا 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 يضر لا يضر. الحين مثلا سوى اليسار زين ثلاث أربع مرات خمس مرات وغسل اليمنى، اليوم سوى كذي مرتين ثلاث، لا يضر. هني ها السؤال، هل يجوز صب الماء مباشرة من أنبوب الماء؟ أعتقد أن هذا جواب للشيخ أنه جائز، يعني هاي اللي قلته يعني. بالنسبة إلى غسل العين، هل يجوز غسلها عرضا؟ أهم شيء أن يكون المسح من الأعلى، بحيث أن يكون حتى لو بالتدرج يعني بالإنحناء، مو يسوي هالشكل بحيث أنه ما يصدق من الأعلى، أهم شيء يكون بانحدار، بانحدار لا يضر. عند مسح الرجلين هيمان، يعني ما أدري، عند مسح الرجلين ابتدأت بالرجل اليسرى وكان ذلك سنين، فما حكم وضوءك؟ صحيح، لأنه يستحب أن تقدم اليمنى على اليسرى، بعضهم يقول مرة واحدة ما في بأس، إذا تقدم اليسرى البعض يستشكل، بس إذا كنت جاهلا بالحكم إن شاء الله وضوءك صحيح، بس ابدأ باليمنى. الآن آخر الأسئلة، هنا ما هو مقدار مسح الرأس عند الوجه؟ شلون مسح الرأس؟ ما هو مقدار مسح الرأس عند الوجه؟ بمقدار سانتي بوصة، لا ما يحتاج سانتي بوصة، قلنا احنا بمقدار ثلاث أصابع أو إصبع واحدة. لماذا لا يجوز مسح اليد أثناء الوضوء رغم أني سأذهب إلى المسجد والجو بارد؟ هل يجوز؟ لماذا لا يجوز مسح اليد؟ لا لا لا، هل يجوز غسل اليد منكوسا؟ هذا هالشكل سؤاله، هل يجوز غسل اليد منكوسا؟ هذا السؤال الأخير. لماذا لا يجوز مسح اليد؟ زين ناخذ السؤال اللي قبل، هذا خلي وين هو صاحب السؤال؟ بعدين. هل يجوز غسل اليد منكوسا؟ لا، قلنا ما يجوز غسل اليد منكوسا، من الشرائط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. سيد محمد بس آخر شيء،
فيعتبر ويش؟ ها إذا ما اعتبره لابد بعد ذلك يرجع، يعني يرجع يعني سوى بالخطأ كذي، لا خليه يعيد الغسل من الأعلى متعمدا ما يضر، بس أهم شيء هو لا شوف لا يصير بمقدار يعني بصدق الغسل منكوسا يصير إشكال، إذا يقصد منكوس يصير إشكال، أما إذا هو مثلا بدون التفات ثم أرجع صحيح، أما إذا متعمد يصير إشكال. جواب انه كراهه، والبعض يقول اذا في منديل خاص بالوضوء فترتفع الكراهه. لا كراهه. وبختام تكتيكات الحربيه لسيد محمد السيد علي في الوضوء، نختتم هذه الليله بالصلاه على محمد وآل محمد.